بايدن وحكومته الإدارة الجديدة والكونغرس، ترى يعني بصراحة أقول لك هم منتظرين هذه الانتخابات الفرصة الأخيرة بالنسبة لتعاملهم مع العراق. خلينا نكون كلش واضحين، وهذه الشهرين ما يريدون، وحتى رئيس الوزراء الكاظمي يعني هو هذه الشهرين له مهم جدا، وهو قادم إلى واشنطن، راح يجي إلى واشنطن وسيكون هناك حوار بين الإدارة الأمريكية والكاظمي. ولكن إذا تسألني هل الكاظمي سوف يعني يقدر يقنع الأمريكان بالانسحاب، هذا ما ممكن، ما راح ينسحبون من العراق حسب تقريرك، صحيح جدا. ولكن لنكن واقعيين جدا، هذا التصعيد خطر جدا، ونحن لا نريد التصعيد. يعني الأمريكان هم الآن في حالة، الكونغرس الآن تطالب بايدن، اليوم أنا قريت أنهم يقولون له هل هذه يعني حرب غير مباشرة أعلنتها، يجب أن توضح لنا. فإذا كان هذا هو المقصود بأن الحرب بدت مع هذه الفصائل بصورة غير مباشرة حتى نفهم وندعمك، فهذا هو الخطر، يعني يجب أن يفهمون. طيب. ولا ننسى أنه إدارة بايدن، نقطة أخيرة وكلش مهم أريد أنطيك يا أستاذ عدنان، ليش أنا أقول لك بايدن سياسي متمرس؟ نتذكر عام 2006-7 عندما دعم هذا بايدن، دعم المالكي وقال له سوف ندعمك إذا أنت تواجه الصدرين في وقتها. والآن نفس السياسة دي يساوي بايدن، يجوز أنه يأتي بالصدريين ويقول لهم هل تواجهون هذه الفصائل؟ هذا التخوف الكبير. فيعني أنه واحد يستصغر بايدن أنه لا يفعل شيء، لا، هناك أشياء كثيرة ويخططون لها. والأمريكان يعني حقيقة ما القضية انسحابهم من العراق، أنا أقول صعب جدا وما راح ينسحبون الآن.